طبيعة الحال تماشيا مع استراتيجية الوزارية الجسر والتي تهدف إلى جسر لتنمية مستدامة إلى خلق مجموعة من البرامج الاجتماعية التربوية والرياضية تهدف إلى مواكبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية والفئة المستهدفة، وذلك بتنظيم مجموعة من البرامج والأنشطة الثقافية التربوية والرياضية تندرج هذه التظاهرة وهي البطولة الوطنية لألعاب مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمراكز الشبابية. اليوم كأول تنظيم للإقصائيات الجهوية واحتضان مندوبية الإقليمية ببرشيد مع مختلف الشركاء الإقليميين لهذه الدورة، وذلك في فئة كرة السلة إينات. إذن هي كانت مبادرة طيبة من مختلف الشركاء لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية والفئة المستهدفة، وكانت فرصة لإعطاء واحد وإرساء واحد دعامة أساسية كآلية للتواصل بين مختلف مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجهة وكذلك بالإقليم. اليوم نمثل بفريق إقليمي تابع لمؤسسة الرعاية الاجتماعية والمركب الاجتماعي ببرشيد والقارة، والهدف من هذه البادرة هو تنظيم تظاهرات لما لا إن شاء الله وطنية واحتضان نهائيات أخرى التي تمكن هذه الفئة من إدماجها عن طريق الرياضة كآلية من آليات الأساسية للإدماج الاجتماعي. وكيكون تجاوب يعني هذه الفئات هذه كاين تجاوب في هذه الأنشطة الرياضية ولا الأنشطة الموازية بصفة؟ بطبيعة الحال هي من بين الأسس الأساسية ديال مؤسسة التعاون الوطني، هي مؤسسة كآلية للتكفل الاجتماعي ولكن آلية تربوية للإدماج الاجتماعي بمختلف البرامج كانت تربوية رياضية ثقافية. ولا يخفى عليكم أن مؤسسات رعاية اجتماعية منذ القدم كانت ما يسمى مشتلا للمواهب ولصقل مواهب الفئات المستهدفة، والحمد لله اليوم برشيد في هذا اللقاء الإقليمي نرى أن تجاوب مختلف مؤسسات الرعاية الاجتماعية في رؤية بطبيعة الحال استقبالية لمختلف الأنشطة الاجتماعية وكذلك الثقافية والرياضية. ولا يخفى عليكم أن مجموعة من البرامج المدعمة أيضا عن طريق عملة إقليم في شخص سيد عامل الإقليم وكذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تسعى إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل المؤسسات، ولكن في نفس الوقت بتسطير برامج خاصة بالدعم الدعم اجتماعي ولكن دعم مؤسساتي يهدف إلى تسطير واحد مخطط عمل مع الفئة المستهدفة نخص بالذكر دعم تربوي ودراسي، ولكن أيضا هناك برامج اجتماعية لصقل ما يسمى بالسوفت سكيلز أو المهارات الحياتية لهذه الفئة، وكذلك باعتبارها فئة شابة يمكن استثمار مواهبها في مختلف المجالات كانت تربوية ثقافية أو رياضية. Thank you.